قالوا لي البنات عموما انا من عشاق السفر والترحال، لكن في بلاد يعني ما بقدرش انساها، ما بتخرجش من ذاكرتي. شعب معين، شعب جميل وعنيد، واحلام شبابه احلام طموحه ارتبطت بثوره، من ارض الجزائر. يسعدني ان انا اقدم زميل مشوار عمري وصاحب تجارب عربيه رائده، شاركني في اغنيه حكمه الاقدار من سنين طويله، والنهارده غنى معايا سيدي. فاسمحوا لي على ارض مصر افتح قلبي وقلب كل الناس لثقافه جديده، مش جواز سفر جديد، لان حميد وكل عربي هم اصحاب الارض هنا معانا. فاهلا بحميد بارودي. انا خايف ان يكون تاه ولا حاجه، يعني ما صحيح هتلاقي يعني. عشان كده ما بحبش حكاية ال حميد بارودي. حكمة الأقدار. السلام عليكم.